هي مصر عندها ايه يعني علشان العالم كله يتآمر عليها؟ اغرب واغبى سؤال ممكن تسمعه من مدعي معارضة. اللي شايفين العالم حوالينا تم احراقه في كماشة مغلقة لحصار مصر، ولسه بيكبروا وبيغيبوا عقول الناس وبيزيفوا وعيهم ان مصر ما عليهاش مؤامرة، وكأن تفكيك الجيوش الوطنية وتدمير دول زي العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان صدفة. النهاردة مش هنتكلم عن الثروات اللي بتملكها مصر ونفسهم الفوضى تعم فيها علشان تتباع في السوق السوداء بأرخص الأسعار، ولا هنتكلم عن ضرورة ضرب جيشها القوي اللي بيعتبر حائط الصد أمام مؤامرات تفتيت المنطقة، والخطر الحقيقي والوحيد على ابنهم المدلل الكيان الإسرائيلي. ولكن هنتكلم النهاردة عن جوهرة مصر الحقيقية وكنزها الاستراتيجي، قناة السويس. ويمكن حصدمك وأقولك إن أهمية قناة السويس للعالم، الأهمية الرئيسية مش اقتصادية ولا تجارية، ولا العالم مهتم بالكم مليار اللي بيطلعوا كل سنة كرسوم عبور السفن. أهمية قناة السويس للعالم ورغبتهم المستمرة في السيطرة عليها أهمية عسكرية في المقام الأول. القوى العالمية المتصارعة سواء في الشرق أو الغرب فهم أنه اللي يتمكن من السيطرة على قناة السويس هيمتلك عنصر قوة استراتيجي في حال نشوب الحرب يمكنها من التفوق العسكري على المعسكر الآخر، لأنها أسرع وأقصر وأهم ممر ملاحي عسكري لتحرك القوات البحرية والإمداد والتموين العسكري في العالم. من هنا هتفضل قناة السويس حلم لا يغيب عن القوى الكبرى المتصارعة في العالم لوضع إيديهم عليها مهما كلفهم الأمر من ثمن. عاوز تتأكد من الكلام ده؟ النهاردة معانا وثيقة يمكن من أخطر الوثائق اللي خرجت في القرن 21، قنبلة سياسية فجرتها البي بي سي من داخل صندوق أسرار الجيش البريطاني بتكشف الوجه القبيح لبريطانيا رأس حربة الشر في العالم. في يونيو 2023 بريطانيا تفرج عن عدد من الوثائق السرية إلى النور بحكم القانون البريطاني. الوثائق بتكشف أسرار الدور البريطاني في إجهاض أحد أكبر مشروعات تطوير الممر الملاحي العالمي قناة السويس، وده كان في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وباعتراف البي بي سي الجناح الإعلامي للمكتب السادس أو المخابرات البريطانية، فإن المشروع اللي عرقلته بريطانيا هو نفسه مشروع قناة السويس الثانية اللي حفرها المصريين بعد أكثر من نصف قرن، وتحديدا في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الوثائق بتكشف أنه كان للجيش البريطاني دور، ودور مؤثر وكبير في اتخاذ لندن قرار الاعتراض على التمويل الدولي للمشروع اللي جه بعد عامين فقط من تأميم شركة قناة السويس وفشلهم في استردادها بحرب العدوان الثلاثي في 56. وبحسب البي بي سي في عام 58 مصر قررت بدء مشروع طموح لتطوير القناة بهدف تعظيم الاستفادة من الممر الملاحي العالمي في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية. الخطة دي أطلق عليها مشروع ناصر، وكانت عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى زيادة عمق القناة لكي تستوعب السفن ذات الغاطس الذي يصل إلى 37 قدم بدل من 35، والمرحلة الثانية تعميق الممر الملاحي إلى 40 قدم، والمرحلة الثالثة حفر قناة موازية كي يسهل مرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد، وهو الأمر اللي من شأنه زيادة حركة المرور في القناة وبالتالي زيادة الدخل من العملة الصعبة. بمجرد تأكيد السفارة البريطانية في القاهرة هذه المعلومة وعزم الحكومة المصرية التقدم بطلب للحصول على قرض بتتراوح قيمته بين 120 مليون و 200 مليون جنيه استرليني من البنك الدولي، طلبت الحكومة البريطانية من الجيش البريطاني تقييم المشروع من الناحية الاستراتيجية والحربية. وبعد دراسة المشروع انتهت هيئة التخطيط العسكري التابع لوزارة الدفاع البريطانية إلى توصية الحكومة برفضه والسعي إلى منع البنك الدولي من تمويله. وهنا السؤال المهم، ليه؟ بريطانيا في التوقيت ده اللي هو سنة 1958 كتب جيشها تقرير بعنوان الجوانب العسكرية لتطوير قناة السويس، اتكلموا فيه عن الفايدة الحربية والاستراتيجية اللي هتعود على مصر لما تحفر قناة تانية مهما كان طولها. هي نفس المزايا اللي اتكلمنا عنها واتكلم عنها العديد من المفكرين المصريين من 8 سنين لما بدأنا في حفر قناة السويس التانية، بس حضرتك شفت الكلام ده تطبيل وكنت محتاج ختم أجنبي على كلام المصريين الوطنيين علشان عقدة الخواجة. التقارير البريطانية الحكومية والعسكرية وقتها يعني من 65 سنة رفضت مشروع ناصر
اللي بعد كده بقى دلوقتي هو قناة السويس الثانية ومحور قناة السويس، لأنه حيزود الأهمية العسكرية للممر الملاحي ودورها الاستراتيجي. وبما أن مصر على خلاف مع الغرب، فقد تستخدم هذه القناة ضد المصالح الحربية الغربية. التقارير العسكرية قالت بالنص أن تطوير قناة السويس سوف يقوض أهداف واستراتيجية المملكة المتحدة في الشرق الأوسط العسكرية والاقتصادية، طالما الغرب مش ضامن أن القناة بعد التطوير هتكون تحت سيطرتهم بسبب التأمين، خصوصا مع ميل ناصر للتحالف مع الاتحاد السوفيتي والشرق الأسيوي على حساب الغرب أو أوروبا وأمريكا. كمان الوثيقة قالت أن المشروع ده هيتسبب في نهضة مصرية وده بأموال البنك الدولي ساعتها، فلندن شافت أن دي هتبقى إشارة سيئة جدا لحلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط. والتقرير أشار لهؤلاء الحلفاء بالاسم وهم أعضاء حلف بغداد، وده الحلف العسكري اللي بريطانيا أسسته في الشرق الأوسط لضم الدول الموالية ليها، إيران وتركيا والعراق وباكستان. بريطانيا وفي تقرير تاني اطلعت عليه البي بي سي برضو قالت أن العوائد المادية لتطوير قناة السويس سوف يؤدي إلى تحسين وتعزيز الاقتصاد المصري، وده بدوره هيؤدي إلى تضخم دور مصر في السودان وليبيا والعراق والأردن، وده أمر مرفوض بريطانيا. بريطانيا سيطرت على المشهد داخل البنك الدولي وفرملت الموافقة على القرض لمصر بعد أن انتهت وزارة الخارجية البريطانية إلى تقييم مماثل لوزارة الدفاع، وتم الاتفاق على بدء حملة سرية لإقناع أمريكا والدول الغربية الكبرى ذات الصوت العالي في البنك الدولي لرفض طلب القرض المصري. البي بي سي بشكل واضح بتقولك انه بسبب العرقلة البريطانية لم يتم تنفيذ المشروع، وتأخر تنفيذه الى ان افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة السويس الثانية في 6 اغسطس 2015. لما تشوف النهاردة قائمة الحاضرين لافتتاح قناة السويس الثانية تلاحظ للمرة الاولى انه مفيش اي مسؤول ولو درجة 10 حضر من بريطانيا ولا الولايات المتحدة الامريكية، يعني رؤساء فرنسا وكرواتيا وجنوب إفريقيا وفلسطين والعراق واليمن ومالي وجزر القمر ومالديف والنيجر والجابون وتوجو والكونغو وموريتانيا كانوا حاضرين، رؤساء وزراء الإمارات وصربيا وروسيا وإثيوبيا كانوا حاضرين، حكام الأردن والكويت والبحرين كانوا حاضرين، مبعوث الرئيس الصيني ورئيس البرلمان الجزائري وأمير مكة المكرمة حضروا ممثلين عن زعماء بلادهم إلا لندن وواشنطن. كل يوم بنكتشف زاوية جديدة لحقيقة الصفعة والضربة اللي مصر وجهتها للعدو بثورة 30 يونيو والقرارات اللي اتخذت بعد هذه الثورة، وكل يوم بنفهم ليه عواء الإخوان وظاهرهم المدني بيكون شديد على المشاريع دي. بريطانيا سنة 58 كانت بتتحرك بتقارير من الجيش والخارجية والخزانة، إنما بريطانيا سنة 2015 اتحركت بالإخوان اللي قالوا لك تفريعة وحاولوا يحشدوا الرأي العام في مصر علشان يرفض المشروع. خد بالك حفر قناة السويس الثانية تم بالتمويل الشعبي. الدولة المصرية لما فاقت ردت بعد نص قرن، بريطانيا حكومة وجيش وإعلام بتقول لك رسمي عبر البي بي سي ايه هي فايدة المشاريع وليه لازم تكمل وليه ما ينفعش توقف أبدا ثورة البناء والتعمير والتشغيل والتطوير اللي بدأت على إيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده هيفضل التآمر على مصر مستمر، وهتفضل قناة السويس مطمع خصوصا بعد احتدام الصراع بين الشرق والغرب أو الصين وروسيا كطرف وأوروبا وأمريكا كطرف، لأن الحرب القادمة المحتملة هتكون حرب بحرية بامتياز، سواء في منطقة الإندو باسيفيك أو المحيط الهادي والهندي أو في المحيط الأطلنطي، والممر الوحيد الأسرع والأقصر في العالم اللي بيربط المنطقتين دول هي قناة السويس المصرية، واللي يتحكم فيها من المعسكرين ضمن الانتصار على المعسكر الثاني. عشان كده بنشوف كل يوم فخاخ وكماين هدفها تدويل إدارة القناة علشان يكون باب خلفي للسيطرة عليها، سواء بمحاولات نشر الفوضى في مصر أو دعم الإرهاب أو السفن الجانحة. المهم يبان أن مصر غير قادرة على حمايتها أو إدارتها، عشان كده المؤامرة مستمرة. أما سنة أولى سياسة بتوع هو الغرب ممكن يفكر يتآمر على مصر ليه، فأنصحهم باعتزال الاهتمام بالشأن العام والوطني والسياسي، لأن بريطانيا بتنشر سنويا مجموعة وثائق كفيلة إنها تعطينا الإجابة بالنظر إلى كتب التاريخ وكيف تآمر الشرق والغرب على هذا البلد منذ الحروب الكبرى بين الفرس وقدماء اليونان. يقدم لك الإجابة عبر التاريخ، مصر لا تهزم، مصر
غير قابلة للعزل أو الكسر. مصر ممكن تخسر جولة، ولكن على المدى البعيد والنفس الطويل مصر تربح دائما. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.